السلام عليكم. مشاعل لوحيد، أمس كنت معانا يا مشاعل؟ مش حاضر أمس. أيوة ممتاز. يلا أنا واصل منقطع من الحديث من خلال المحاضرات السابقة، قدمنا إضاءات حول المقرر السلوك التنظيمي، وعرفنا أساسيات السلوك التنظيمي، ما هو السلوك التنظيمي ولماذا دراسة السلوك التنظيمي. بعدين دخلنا على الوحدة الثانية، عناصر السلوك الفردي داخل منظمات الأعمال، قلنا هناك مجموعة من العوامل أو المحددات لسلوك الأفراد داخل المنظمة، الإدراك يؤثر على سلوكيات العامل، التعلم، الدافعية والشخصية. اليوم من خلال هذه المحاضرة هنكمل عناصر السلوك الفردي وناخذ تكليف أول من 25 سؤال. اليوم هناخذ الاتجاهات، هناخذ القيم، العنصرين من عناصر السلوك الفردي. هذا مبارك الحمد لله على السلامة. نشوف الاتجاهات، شنو الاتجاهات كأحد محددات السلوك الفردي؟ ما نحفظ التعريف، نفهم، لأنه فهمك للتعريف يعني بيساعدك في فهم العام للمعنى. يعني شنو الاتجاهات؟ الاتجاهات هي كمؤثر الميول، أحب أو لا أحب. يقول لك والله أنا لو بحب لا 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 السودانيين مثلا بشوف كل السودانيين جيدين، ما بحب السودانيين أي سوداني عندي ما يميز. أنا أحب الهلال، أنا أحب النصر، أنا أحب كذا. بناء على أحب أو لا أحب دي تصرفه. يعني إذا كان بحب مبارك أخطأ وكلها مغفورة لأنه أصلا أنا بحبه، لكن لو أصلا ما بحبه أقل خطأ منه أو إشارة صغيرة، فإذا هذه الاتجاهات بتؤثر في سلوكنا. كثير جدا من المدراء المميزين لكن ما تلقاهم مكروهين، هم مميزين لكن سائر الناس بتحبهم، العمال أو الموظفين. وكثير جدا من المدراء أو المسؤولين تلقاهم يعني ما خالص لكن محبوبين. يبقى هذه الاتجاهات هي إحدى حالات التهيؤ والتأهب العقلي والعصبي بتنظيم خبرة الفرد، ولها أثر كبير في استجاباته نحو الأشياء والمواقف المختلفة. هذه الاتجاهات هي شعور أو حالة استعداد ذهني إيجابي أو سلبي، وهذه الاتجاهات مكتسبة ومنظمة، لأن الأسرة عندها دور في الاتجاهات، التربية عندها دور في الاتجاهات، والخبرة وتجربتك في الحياة عندها دور في اتجاهاتك. فهذه الاتجاهات هي الميل للشعور والتصرف بصورة معينة نحو شيء ما في موقف معين. واضح الكلام ده يا شباب؟ هلا رامي، رامي مبارك إنشاء الواضح. كل التعريفات هي بفهم واحد يا مبارك، بس تلف وتدور حول فهم واحد، لا تحفظ افهمي. هسه مجرد ما فيك عرفت ما هو الاتجاه الميل احب او لا احب، لو عرفته خلاص بيبقى باقي الموضوع بتاع الاتجاه سهل بالنسبة لك. شوف خصائصها، ما هي خصائص هذه الاتجاهات؟ هذه الاتجاهات هي متعلمة ومكتسبة، ودائما بتعكس طريقة تنشيطك في أسرتك. عشان كده نحن دائما بنقول للآباء والأمهات لا تصدروا اتجاهاتكم لأولادكم. يعني إذا كان أنا ما بحب جارنا، ما بالضرورة الكلام ده يعرفه ولدي،
يعني ولدي لو عرف كده هو نفسه ما بحب ساي يعني مع ابوه يعني. فما لا يعني خلي ابنك يكون اتجاهاته لوحده. يعني الان انا اكد لك تماما مشاعر لي والدتي اذا كان ما بتحب جارته هي ذاتها جا ما بتحبها صح يا مشاعر؟ فدي واحدة من مشاكل التربية ذاتها. فهذه الاتجاهات متعلمة ومكتسبة وبتعكس طريقة التنشئة في الأسرة والمدرسة والمجتمع. ما جاوبت يا مشاعر؟ كلامي ده صحيح ولا؟ فدي واحدة من المشاكل لأن خوفنا على أبنائنا بيخلينا لا 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 يعني نؤثر فيهم ونعطيهم حريته. ما زين خواجات يقول لك الطفل من صغير بدون حرية كاملة يكون اتجاهات وآراء وكذا. أيضا من خصائص هذه الاتجاهات إنها دائما بتلقاها مرتبطة بالمشاعر والانفعالات. إذا كان والله مشيت لرامي ده في المكتب وخدمني وكذا وأكرمني وكذا خلاص انا طوالي بقول رامي ده شخص ممتاز وشخص كذا وشخص كذا وشخص كذا. ممكن يكون رامي عكس كذا. فهي مرتبطة دائما بالمشاعر والانفعالات بتاعت الانسان. هذه الاتجاهات من خصائصها تمتاز للثبات النسبي. يعني انا احب الهلال خلاص طابع المستحيلات ثاني احب النصر مثلا. وبالرغم انها ممكن تتغير لو اثبتت لي انه انا الحاجة اللي بحبها او الحاجة اللي بكرهها دي انا غلطان بالدليل ممكن اغير رأيي. فلكن بشكل عام هذه الاتجاهات تمتاز للثبات النسبي. هذه الاتجاهات قابلة للتغيير لكن مسألة التغييرها بتعتمد على الطريقة والاقناع. تمتاز هذه الاتجاهات بالذاتية دائما هي بتحكس مدى انحياز الفرد لعاداته وقيمه وحاجاته بفضلها. فالجاوب يدافع عنها قدر ما تحاول تغير رأيه واتجاهه في قضية محددة لا لأنه هو بيحب الطريق ده أو الحاجة دي. من خصائص هذه الاتجاهات بتحدد تقييم الفرد للأشياء من حواليه المنبهات المسيرات اللي حواليه دي حلوة دي ما حلوة دي سيئة دي كذا. تقييمك للأشياء اللي حواليه هذه الاتجاهات بتحدد تقييم الفرد للمنبهات الاجتماعية اللي حواليه. أيضا من خصائص هذه الاتجاهات إنه الاتجاهات المتعلقة بموقف محدد قد تتعدد مشاعر. تشوف الحاجة دي حلوة مبارك يشوفها لا ما حلوة رامي يقول والله كذا يعني أفراح تقول يعني أي واحد على حسب اتجاهاته يعلق تعليقه. لذا إنه الاتجاهات المتعلقة بموقف معين قد تتعدد. هذه الاتجاهات الخصائصة هي إما تكون سالبة أو موجبة. ما في حاجة اسمها أحب ولا أحب في نفس الوقت. ما في حاجة اسمها محايدة. فإما يا صح يا غلط يا بالإيجاب يا إيجابية يا سلبية. هذه خصائص الاتجاهات. واضح الكلام يا شباب؟ أفراح رامي مبارك مساعد ممتاز. بالله عليكم أخذوا هذا المغرر كثقافة. يتعاون معاه كثقافة هتفهمه وهتتفوق فيه لأنه في إعداده كثير. خذوا بالفهم كيف تتكون هذه الاتجاهات. نحن اتجاهاتنا بنحب أو لا نحب نكره أو كيف تتكون هذه الاتجاهات. في مجموعة من المكونات الأساسية للاتجاهات. أول حاجة في سبيل إشباع حاجاتنا ورغباتنا اليومية والحياتية بنكون اتجاهاتنا. انا بمشي لمبارك وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. فراح مبارك ما عمل لي كذا ولا كذا ولا كذا. طوالي بكون اتجاه سالب اتجاه مبارك مثلا. ف
مكون الاتجاهات الحاجات والرغبات. لما نكون عايزين نجمع حاجاتنا ورغباتنا ويصدنا حدا او يساعدنا حدا بنكون اتجاه. ايضا مكون الخبرة العمر، تعيش كثير تشوف كثير وأراك تجاه الحاجات بتكون كثيرة. قدر ما تعيش كثير بتشوف كثير بتحتك بأشياء كثيرة بتكون آراء بتكون اتجاهات. العمر، المجتمع والأسرة والأصدقاء والزملاء، الدراسة والزملاء العمل، ده أيضا بيساعدونا بتكوين اتجاهاتنا. السلطة، خاصة السلطة الغامضة الديكتاتورية، الرئيس المباشر ليك. ناس كثيرين جدا متملقين، الرئيس بيحب كذا هو تلقاهم بيحب كذا، المدير يحب كذا هو بيحب كذا. فالمكون السلطة. وعليكم السلام، هلا طلال، لأول مرة جينا، وينك يا رجال؟ الناس قطعت نص المغرب. ان شاء الله تكون بتحضر في حضرت المحاضرات المسجلة. تسلم. قلنا مكون السلطة، ممتاز، عشان لا يفوتك. هناك مكون البيئة اللي ينتمي لها الفرد، ان كان البيئة الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية. هناك المكون الفكري، نتيجة لاطلاعك وقراءتك ودراستك وتحضيرك وإلمامك بتكون اتجاهات. هناك المكون العاطفي الشعوري، كثير جدا أحب أو لا أحب يعني. هناك المكون السلوكي، من هنا وغيره من مكونات الاتجاهات. واضح الكلام يا شباب؟ أفراح ورامي وطلال ومبارك. ما هي وظائف الاتجاهات؟ مين من يستفيد منها في شنو؟ انت كمسؤول او كموظف مسؤول من الناس بتستفيد منها في الاتجاهات العاملين. معرفتك للاتجاهات، انا عارف ده بيحب كذا وده ما بيحب كذا وده بيحب كذا وده بيكره كذا، بيساعد في عملية التنبؤ بالسلوك. عارف لو دكتور عبد السايد اثناء محاضرة الجوال رنة، هو حيطردني وهو حيتنرفز وكذا، بيساعد في عملية التنبؤ بالسلوك. بيساعد ايضا في المعرفة اللي تخلي الشخص يقدر يتخذ قراراته في المواقف المختلفة. ايضا الدفاع عن النفس، الدفاع عن الذات، من خلال لا 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 احتفاظك بتعليقاتك واتجاهاتك تجاه مواقف محددة. التعبير عن الثقافة والقيم اللي بتؤمن بها. التكيف مع المجتمع ومع الحاجات حواليك. اجمع حاجاتك ورغباتك. دي وظائف الاتجاهات. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى السؤال، كيف نغير الاتجاهات؟ مسألة صعبة جدا تغيير الاتجاهات. دائما الشركات والمؤسسات بتحاول تغير اتجاهات الموظفين بما يدعم أهدافها. إذا كيف نغير الاتجاهات ونعدلها؟ هي من المسائل الصعبة جدا والمعقدة، لأنها مرتبطة بنفسية الفرد وعندها منهج من ثلاث خطوات عشان ما نغير أي اتجاهات. خطوة أولى، نحدد ونحصر كل الاتجاهات
الخاطئة أو السالبة أو الاتجاهات اللي عايزين نعدلها. مثلا عاملين عندنا بيكرهوا البصمة، العاملين عندنا بيكرهوا المدير، العاملين عندنا بيكرهوا لا 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 ساعات العمل الطويلة، العاملين عندنا بيكرهوا نظام الأجور والحوافز، العاملين عندنا نحصر كل الاتجاهات اللي عايزين نعدلها. دي خطوة أولى. خطوة ثانية، نحدد الاتجاهات اللي نرغب فيها. عايزين لو الناس مخلصين، ناس يؤمنوا بسياسات الشركة، ناس يدافعوا عن سمعة الشركة، ناس ينجزوا أعمال مطلوبة منهم، ناس يطيعوا التعليمات والتوجيهات، ناس كذا ناس كذا. ومن ثم نحدد الاختلافات الكمية والنوعية، أو يسموها الفجوة السلوكية، ما بين المرغوب فيه وما بين الحالي، ما بين الموجود والمرغوب الوصول له. دي فجوة سلوكية. كيف نهدم أو نبني هذه الفجوة؟ كيف نملى هذه الفجوة؟ من خلال برامج التدريب والتأهيل، من خلال إقامة اللقاءات والسيمينارات، من خلال غرب المدير من العاملين، من خلال صياغة نظم حوافز جيد. كده بنكون غيرنا الاتجاهات أو ساعدنا العاملين لأنه تكون اتجاهاتهم اتجاه المؤسسة جيدة. ومع ذلك مسألة تغيير الاتجاهات من يعني المسائل الصعبة جدا. فهناك عناصر مؤثرة في عملية تغيير الاتجاه، عنصرين أساسيات: القدرة على الإقناع والتنافر الوجداني. كيف القدرة على الإقناع؟ لازم يكون في شخص أنا مقتنع به عشان يجي يحكي معاي. لازم يكون المسؤول أو الغايد عنده كاريزما وجاذبية. لازم يستخدم معاي أسلوب جيد وطريقة محترمة. لازم يقدم لي الرسائل بطريقة متدرجة. شخص عنده القدرة على الإقناع إنه اللي بعمل فيه ده خطأ، إنه يا أخي والله مكون أنت اتجاهات خاطئة، أنا أعدل لك الحاجة في راسك. فالإقناع طريقة مؤثرة في تغيير الاتجاهات. أيضا التنافر الوجداني مهم جدا برضو جزء من الإقناع. كأنها تقول لي يا أخي والله أنا ما بحب السودانيين، وتلقى تلقى واحد يعني مثلا رامي قال ما بيحب السودانيين لكن صاحبه سوداني. انت كيف بتكون اتجاهات سالبة وفي نفس الوقت انت تقنعه بانه يا اخي انت بتقول ما بحب السودانيين وصاحبك سوداني، اصحابك سودانيين، بتقول انا بكره السودانيين في نفس الوقت انت اقرب الناس لك سودانيين. ده تنافر، انت عندك خلل في شخصيتك. ده بسموه التنافر الوجداني، هو عدم الاتساق بين الأفكار والمعتقدات والمشاعر القديمة والجديدة. يبقى دي نقطتين مؤثرات جدا في مسألة تغيير الاتجاهات. واضح كلامي يا شباب؟ واضح يا أفراح ورامي وطلال ومبارك ومشاعر؟ ممتاز. ما هي معوقات تغيير الاتجاهات؟ يعني لأنها مسألة تغيير الاتجاهات من المسائل الصعبة، وفي أشياء كثيرة تسلم يا مشاعر يا أخي، تسلم من زوجك وانت ألطف الشعوب. والله أنا دائما بقول الكلام ده، وأقرب الشعوب للشعب السوداني أنا دائما بقول الكلام ده. ناس مرجلة وناس نخوة وناس أنا أكثر شعب عشت مع شعوب كثيرة. أنا والله دائما بقول الشعب السعودي هو أقرب الشعوب للشعب السوداني من حيث صفاتهم وخصائصهم وطيبتهم
ومرجلات والنخوة الموجودة فيهم. ليه؟ الأشياء دي ما موجودة في كثير جدا من الشعوب. نواصل. يتسلم. يلا. نحن قلنا تغيير اتجاهات من المسائل الصعبة. فهناك دائما انت لما تكون عايز تغير اتجاهات ناس في معوقات ما بتتغير خالص، تخليها ما بتتغير خالص. من هذه المعوقات طبيعة ونوعية الاتجاهات الموجودة لدى الأفراد. هل هي اتجاهات في ناس ما بيقبلوا تغيير خالص، يؤمن إيمان كامل بهذا الرأي وهذا الاتجاه؟ لو كان هذا الاتجاه يعني مثلا يعني ما ممكن واحد مسلم تغير دينه يعني، او تتكلم له في الدين الاسلامي بطريقه ده اتجاه غير قابل للتغيير. الحاجه الطبيعيه نوعيه الاتجاه المؤمن بهم. من معلومات الاتجاهات ايضا طبيعة المعرفة والانفعالات اللي يستند لها هذه الاتجاهات. يعني شخص ما بتقدر تقنعه لانه عنده دفوعات كبيرة جدا ومقنع لانه الشيء المؤمن به ده لا يمكن ان يغيره. معرفته وانفعالاته تجاه الحاجة المؤمن بها لا يتغير. ايضا من معوقات تغيير الاتجاهات طبيعة العلاقة بين اتجاهاتك ومصالحك. يا اخي انا يوميا بتجيني فلوس ويوميا بتجيني كذا ويوميا من الرشاوة مثلا، فانا مستفيد. تلقى مسميها تسهيلات، يقول لك دي تسهيلات. فصعب جدا شخص اذا الرشوة فاتورة تسهيل تقنعه انه يا اخي اللي بتعمل فيه ده غلط وحرام لانها ضد مصالحه. على حسب طبيعة الاتجاه علاقة الاتجاهات بالمصالح. ايضا من معوقات تغيير الاتجاهات مدى قوة الجماعة المرجعية اللي بينتسب لها، اصحابه، اهله، اصدقائه، كلهم مؤمنين بالفكرة دي. من الصعب جدا تلقى امه وابوه واخوانه واصدقائه ومؤمنين كلهم بيحبوا الهلال مثلا. من الصعب جدا تقنع بانه يحب النصر. تغيير اتجاهه صعب لان كل الناس اللي حواليه اتجاهه كذا. ايضا من معوقات تغيير الاتجاهات هل الاتجاه المرغوب فيه يتناغم مع اتجاهاته الحالية؟ ما بيتغير. لو الأشياء العايز يعملها تتناغم مع أفكاره واتجاهاته الحالية من الصعب جدا تغير اتجاهاته. أيضا من معوقات تغيير اتجاهات المرونة. في ناس بيقبلوا الكلام، في ناس خالص 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 ما بيقبل النقاش في هذا الموضوع حسب مرونة وطبيعة نفسية الفرد نفسه. يبقى دي معوقات تغيير الاتجاهات، طبيعة نوعية الاتجاهات الموجودة للأفراد، طبيعة المعرفة والانفعالات اللي بتستغلها الاتجاه، طبيعة العلاقة بين الاتجاهات ومصالح الفرد، مدى قوة الجماعات المرجعية اللي بتستغلها الفرد، مدى تناغم الاتجاهات المرغوب فيها مع الاتجاهات الحالية، ومدى مرونة الطبيعة النفسية للفرد أو الأفراد. واضح كلامنا يا شباب؟ واضح ممتاز. نشوف النقطة الثانية الأخيرة من عناصر السلوك الفردي، القيم. القيم برضو من محددات سلوك الأفراد إن كان داخل المنظمة أو خارج المنظمة. ما هي القيم؟ ما تحفظ تعريف، ما تحفظ اسم عالم. افهم، دائما بكرر الكلام ده مع بداية كل موضوع. يبقى ما هي القيم؟ باختصار يا شباب، القيم دي الاشياء
اللي عندها معنى في حياتك، اللي انت بتعطيها معنى في حياتك، زي الامانه، العدل، الشجاعه، المرجله، المغامره، الصدق، هذه الاشياء بيعطيها الانسان معنى في حياته. فانا طبعا في يوم ما كذا قايم على كذا، عكس كذا، دي القيم السمحه. في ناس قيم لا، في ناس قيم عادي جدا اخذ حق الاخرين، وعادي جدا اخون الامانه، عادي جدا الوسيله خير الاسم شنو الوصول باي طريقه لغاياتك باختلاف الوسيله. يبقى القيم في اشياء بنعطيها معنى في حياتنا، لها معنى. في المعتقدات التي يعتقد اصحابها لقيمتها ويلتزمون بمضامينها، هذه القيم قيم آمرة، قيم بتأمر الإنسان. إذا كان أنا، وعلم الله كلمة أنا، تمت تنشأتي تربيتي على إنه أكون صادق، أكون أمين، لا أخون الأمانة، لا أكذب، في أي لحظة لو كذبت بتلقى ضميرك يأنبك. القيم هي الأشياء ذات المعنى في الحياة. واضح كلام يا شباب؟ المعاني اللي بيعطيها سرد أهمية كبرى أو تقدير أكبر في حياتك بالقيم، فهي مؤثر في سلوك الناس. ما هي خصائص هذه القيم؟ لا يمكن قياسها، ما حاجة نقدر نلمسها ونحسبها ونعدها كالموجودات، هي مسألة إنسانية لا يمكن قياسها من خصائصها. إنها صعبة الدراسة لأنها معقدة جدا، هي نسبية تختلف من شخص لآخر على حسب تربيته وعلى حسب الزمن العايش فيه. يعني مثلا الناس زمان صادقة جدا، الناس الآن فيها استهبال زيادة من اللزوم، ناس زمان محترمة وغيرها، الآن الناس على حسب ثقافتك وعلى حسب زمانك اللي عشت فيه وعلى حسب تربيتك وعلى حسب منطقتك، فهي نسبية بتختلف من شخص لآخر، من شعب لآخر. هذه القيم من خصائصها بيترتب بشكل هرمي عند الإنسان. يعني إذا كان أنا عندي خمسة قيم، الأمانة والصدق قيمة، لا 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 الكذب عدم الكذب قيمة، المرجلة قيمة، مثلا مساعدة الآخرين قيمة، هذا بيكون مرتبات. أعلى قمة الهرم لا تكذب. أنا ممكن أتنازل شوية عن المرجلة، لو إذا عثرت شوية ممكن أتنازل عن المرجلة، ممكن شوية أتنازل عن عدم مساعدة الآخرين ما بقدر، ممكن شوية لكن لا يمكن، يعني تلقاها مرتبة. أنا لو وصلت للمرحلة بتاعت إنه أترك معناتها لقمة الهرم، معناتها أنا في حالة غير حالة الرفع سيدنا عمر عنا حد السرقة، لأنه مش كان جعان سيدنا عمر بن الخطاب. يبدأ هذه القيم عند كل إنسان في الدنيا بتكون مرتبة. ايضا من خصائص هذه القيم انها هي بتاثر في ميولنا وفي اتجاهاتنا وارائنا. اذا كده الشخص الصادق والامين تلقاه اراءه جريئه ما بيخاف، هي بتاثر في اتجاهاتنا وارائنا. من خصائص هذه القيم انها مالوفه ومعروفه لدى المجتمع، الامانه معروفه والصدق معروف وهي مرغوبه دائما. من خصائص هذه القيم انها ملزمه وامره وتعاقب الشخص. اذا كان انا مؤمن من قيمي لا اكذب، وكذبت مشكله، اكون اجي انام بالليل قبل ما انام ضميري انبني، فهي امره. اذا كان انا مؤمن وقيمي مساعدة الاخرين وما قدرت اساعد الشخص اتاثر. دي خصائص القيم، انها انسانيه لا يمكن قياسها الموجودات، إنها صعب دراستها، إنه
نسبية، إنها تترتب هرميا، إنها تؤثر في اتجاهاتنا، وإنها مألوفة، وإنها آمرة ومجرمة. واضح الكلام يا شباب؟ أتمنى إن الناس تكون فاهمة الكلام ومستمتعة. هل تعتبر القيم مهمة ودراسة القيم مهمة في السلوك التنظيمي داخل المؤسسات؟ نعم، لأنها بشكل أساس لفهم الاتجاهات ودوافع العاملين، لأنها هي بتؤثر على الإدراك، لأنها هي عبارة عن قوة محركة ومنظمة للسلوك عامة، هي عبارة عن معيار للمقارنات بين الأشخاص، هي عبارة عن محدد الأهداف والسياسات حتى على مستوى المؤسسة، هي دائما بتبرز اختلافات بين المجتمعات المتنوعة داخل المؤسسة. ولك والله السودانيين دول صادقين، أنا لقيت ترتيب كويس للسودانيين هنا في المملكة لما جيت، يقول والله السودانيين دول صادقين يمكن الاعتماد عليهم، ده ترتيب جيد من حيث الأمانة والأخلاق يعني الشعوب. ما يكون في واحد مصري يقول لك المصريين مستهبلين. في ترتيب للشعوب في كل دولة يعني. يبقى السؤال، من وين بتجي هذه القيم؟ ما هي مصادر هذه القيم؟ ما هي مصادرها؟ واحد، التعاليم الدينية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يدغنوا بقيمة العمل، احترام العمل، أداء عملك على أكمل وجه. الناس الآن تستهبل وتطلع من العمل وتزوق وتأخذ تقبض مرتب آخر شهر، وضع حرام، وده ذنب كبير. أنت بتربي أولادك بالحرام باختصار يعني، أنت ما بتأدي عملك على أكمل وجه، ما تفتكر انك انت فهلوي وفالح وشاطر. دي واحدة من الاشياء في الزمن الحالي يعني للأسف الناس يشكرون يعني يقولوا والله، يقول لك والله عادل ده ممتاز، ود فهلوي، ود عنده قدرة على التصرف. تلقى ابوه يشكره، هو عادل كذاب، عادل منافق، عادل ما بيحترم العمل، عادل بيدخل قروش بالغلط، عادل بيربي اولاده بالحرام. يبقى العمل قيمة. كثير جدا بالمناسبة من الاشياء والتفاصيل الصغيرة ممكن يعني يدخلك في ذنوب عظيمة يعني. مشكلة لا تحلها كيف؟ والله انا دائما لما فكر في الاشياء دي استغرب يعني. يعني اديك مثال بسيط، مثلا انت كطالب لما تغش ولما تاخذ من جارك المعلومات دي ما حقتك، نعم انت نجحت، الشهادة دي ما حقتك، انت حرامي، انت هتشتغل بهذه الشهادة، هتتوظف وتصرف مرتب وتكون اسرة وتربي هذه الاسرة، اساسها كله حرام في حرام. شوف الحرام ده يعني، ففي اشياء بسيطة ومشكلاتها كبيرة يعني، الواحد يكفر عنه كيف ما عارف. والله انا ما بعرف في الدين كثير يعني، لكن دي تفاصيل صغيرة يعني. انت بتفتكر انك انت فهلوي، ولد شاطر، ولد كذا، لكن ده حرام يعني، واحد من حاجة ظاهرة يعني. التعاليم الدينية بتجي قيمنا من التنشئة الاجتماعية، مراحل النمو المختلفة، وانت صغير تجي القيم، من الخبرة التجربة في الحياة تجي القيم، من الجماعة بينتمي لها أصدقاء زملاء كذا تجي قيم. واضح الكلام يا شباب؟ معلش أخرمتكم في أشياء، معلش في التعليم الديني. مش كلامي ده حقيقة يا شباب، للأسف يعني دي أشياء خاصة في العمل وخارج المغرب، لكن في اشياء تفاصيل صغيره ذنوب عظيمه يعني، ذنب يتنامى، ما ذنب. انا الان لو سرقت الان حاجه وكلتها اهو عندي ذنب السرقه.
يعني انا الان لو سرقت حاجه واكلتها وانتهت طلعت فضلات خلاص ده ذنبه خلاص. لكن تسرق حاجه وتدخلها لاولادك واولادك ياكلوها ويتربوا بيها وانت مشكله يعني. بيبدا نقطه اخيره في القيم، هناك تردي كبير للقيم. توجد مجموعه من العوامل اللي بتؤدي لتردي القيم المتعلقه باخلاقيات العمل. هناك تردي كبير في قيمنا خاصه كموظفين. واحد من هذه العوامل ما في الغدوه. الغدوه الحسنه ما في مشكله. واذا كان رب البيت بيدف وضارب فشيمه اهل البيت الرقص والطرب. خلاص كل واحد على رايكم. شوف القصه، افتقار الموظف للغدوه الحسنه من الاشياء اللي بتؤدي لتردي القيم في المؤسسات. اذا كان المدير بيجي الساعه 10 يتغيب يتسيب العاملين كذا الحال يعني خلاص. ايضا من الاشياء اللي بتؤدي لتردي القيم وجود بعض التمييز في المعامله بسبب المحسوبيه والواسطه يؤدي لتردي القيم. تردي الاحوال الاقتصاديه تخلي الناس تستغل النفوذ. الان انا ما عندي فلوس ما عندي وعايز اوكل اولادي وعايز تخليك تقبل الرشوه وتسرق وتمد يدك للمال. تردي الاحوال الاقتصاديه تؤدي لتردي القيم. كثره القوانين والاجراءات في دواوين الدوله بتخلي الواحد عشان يصل لهدفه يلتف يشوف الواقف وكذا. ايضا عدم اعطاء موضوع القيم نفسه عناية كبيرة في مناهج التدريب والتعليم. دي مسألة مهمة جدا، المفروض من الابتدائية في قيم الطلاب يعرفوها يعني اشياء. ايضا تعارف المجتمع الاعتبارات القرابة والصداقة والاولوية لهم وترجيه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، دي من اشياء بتؤدي لتردي القيم. وصداقة زيادة نزول. ضعف الرغابة. كلام صح والله يعني. نحن في السودان اكبر دليل، ما يمتلك السودان من موارد وامكانات تضاهي امكانات غاره، لكن فساد كبير يعني. ضعف الرغابه. اذا كان المال السائد زي ما بيقولوا معلم السرقه. وضعف الروادع القانونيه. واحد سرق موظف ارتشى. تلقانا قالوا من اداره لاداره. هم مين؟ ضعف الروادع القانونيه ايضا. دي العوامل بتؤدي لتردي القيم في العمل. واضح الكلام يا شباب؟ احنا انتهينا. محاضره ثقافيه، بس دي ثقافه والله. كده خلصنا الوحدة الثانية. غدا ناخذ محاضرة، لا خليها الأسبوع الجاي، لأن عندنا محاضرتين الأحد والاثنين اللي فات ما أخذناهم. هنعودنا الأربعاء اللي جاية والأربعاء اللي بعديها إن شاء الله، يعني الأسبوع الجاي حناخذ ثلاث محاضرات أربع محاضرات، الأسبوع اللي بعديه ناخذ أربع محاضرات. نكون خلصنا المحاضرة. واضح الكلام يا شباب؟ أنا أخليكم عندنا اليوم عندنا تكليف من 25 سؤال بيغطي الوحدة الأولى والثانية. بالله حل هذه التكليفات في كويز الآن أو 8 أسئلة. أنا شخصيا قلبي مع الطالب بتاع التعليم عن بعد، بحاول قدر المستطاع كل المعلومات المطلوبة تجاه المادة أوفرها له، بحاصر المادة محاصرة عشان يستفيد ويجيب درجة عالية. وهو بعد كل محاضرة عندنا كويز. ننتهي من الوحدة الأولى والثانية عندنا تكليف. الآن عندنا كويزات كثيرة أخذنا غرابة 20 30 سؤال. عندك الآن تكليف من 25 سؤال. المحاضرات يعني لما ينتهي المقرر بيكون عندك أسئلة كثيرة. تقدر يلا نشوف إجاباتنا. نلتقي ان شاء الله يوم الاحد القادم. يلا اثير ابرار افراح رامي طلال مبارك مشاعر تصبحوا على خير ان شاء الله.
تسمح.